وعلى ارتفاع 280 متراً في أعلى برج الفيصلية في الرياض، أهلاً بكم في السعودية. أنا هنا في إحدى الجامعات السعودية أخذكم في رحلة بين مبتكرات ومخترعات طلاب هذه الجامعة. شركة بوينغ تحاول أن تطور بالتعاون مع الطلبة هنا في جامعة الفيصل طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية. أحمد السقا أحد الطلبة الذين شاركوا في هذا المشروع. أحمد، ما هي الخطوات التي تتبعونها حتى تصلون بهذه النماذج التي نراها إلى أن تكون درون تعمل بالطاقة الشمسية؟ كما شاهدتم في المقطع، فأول شيء بدأنا البادي سويناه هو كرب بخشب، قمنا باستخدام الليزر كاتر الموجودة في الجامعة، قمنا بهذه ومن ثم طلبنا القطعة جاهزة حتى لتجربتها. ثاني مجموعة كانت مسؤولة عن التوازن الطائرة، فقاموا بتجربة طريقتين. أول واحدة كانت باستخدام الأردوينو اللي هو تقوم برمجته كاملا، وثاني شيء هو الفلايت كنترول اللي هو أوتوماتيك موجود ويقوم بتحكم به عن طريق الريموت كنترول هذا. وثالث فريق كان مسؤول عن كيفية تحويل الطاقة من الطاقة الشمسية إلى طاقة المراوح لهذه الطائرة. وخلال جولتي استوقفني طلاب كلية الطب وقالوا لي إن معدلاتهم في الاختبارات هي من الأعلى محلياً ودولياً. الطالبة زينة كيالي. زينة، هل يمكن أن تشرحين لي كيف أن معدلاتكم هي الأعلى؟ التميز الأكاديمي لطلاب الطب في جامعة الفيصل يمتد محلياً ودولياً، فقد حازت جامعة الفيصل على المركز الأول في اختبار البروغرس تيست في 4 سنين متتالية على مستوى المملكة، كما أن 8 من طلابنا حازوا على المراتب 10 الأولى في اختبار البروغرس تيست. أما بالنسبة لاختبار الهيئة للتخصصات الطبية، فإن معدل جامعة الفيصل لسنة 2016-2017 أعلى من المعدل المحلي في جميع التخصصات. رغم بأن جامعة الفيصل ناشئة وجديدة، فالأبحاث المنشورة لطلاب الطب في جامعة الفيصل هائلة. فخلال من 2008 لحد 2015 تم نشر 52 بحث علمي، وذلك للطلاب فقط وحدهم يعملون عليه. ربما هذه النتائج الطيبة هي التي تمكن طلاب هذه الجامعة من تحقيق إنجازات مثمرة في المجالات العلمية والتقنية.